الله الرحمن الرحيم. هشام كنو عضو الرابطة الوطنية حماية الثورة. باهي تو حاليا فهمتني فما حملة يظهر لي فهمتني الناس كل في بالها بها الحملة الكبيرة قاعدة تو قايمة على الرابطة الوطنية حماية الثورة. وفي الأخير فهمتني قام الكتب عام للحكومة فهمتني تحت ضغوطات اللي هي ضغوطات فهمتني أحزاب سياسية وأطراف سياسية لحل هذه الرابطة، لأنه فهمتني بالنسبة للأحزاب هذه الرابطة قاعدة تكون لهم ما نعرفش فهمتني تكون لهم اللي مشكلة ولا هي فهمتني ولا خطر لوجودهم ولا الله أعلم عليهم شنو، قاعدين فهمتني يشوهوا في الرابطة الوطنية حماية الثورة بتعلة اللي قاموا بأعمال العنف وبأعمال فهمتني تحريض لهذا ما تبينش حتى لحد الساعة هذه فهمتني أي عضو من أعضاء الرابطة الوطنية حماية الثورة هدد ولا حرض ولا قام بأعمال عنف. ويعني والدليل اللي كونه يعني الوثائق اللي قام بها فهمتني مكلف عام بنزاع الدولة والنيابة العمومية اللي جابوها البارح فهمتني في الجلسة، يعني كلهم ما همش قانونيين جملة. واللي خلانا زادة فهمتني فريمون فهمتني قعدنا بهتين في العملية الأخرى اللي قام بها سي النائب العام النيابة العمومية، جاب تقرير الاتحاد. يعني تصوروا توا حاليا ولاو يعني النيابة العمومية تستظهر فهمتني بتقارير جمعيات ومنظمات بإدانة أي طرف آخر فهمت من المجتمع المدني بتعلة اللي هو ذاك التقرير ذاك يدين فلان ولا فلتان. يعني أصبحت فهمتني الجمعيات توا كما فهمتني الاتحاد العام التونسي للشغل تقريره صبح ولا يعني تقولش عليه فهمتني تقرير أمني رسمي قانوني يعني كما نقولوا نحن فهمتني يعتمدوا عليه القانون والقضاء.